السلام عليكم. كان في صديق ليا يعني ما بيحبش يكتب تقارير، وانا زيه برضه يعني كتير ما بيحبوش يكتبوا التقارير. فايه رايك نستعمل شات جي بي تي، ان انا هقول له انا شغال في قسم كذا اعمل لي التقرير، فهو بيديك نموذج تمام وانت بتعدل الارقام، يعني اكيد هو مش هيتنبأ بالارقام اللي انت عاملها. فانت طبعا واحد هتتم مارس ده النهارده فعلا، فانت ممكن بقى تكون التاريخ تغيرها، الانتاجيه، الحاجات دي كلها. زائد ان انت ممكن بعد ما يكتب تقول له والله طب لا انا عايزك تزود، عايزك تنقص، لا اختصر، لا ده انا عايزك تعدل معلومه معينه. فميزه الشات جي بي تي ان هو هيظبط لك حاجه كويسه. تمام، انا عملت كم مكالمه، عملت كم بريد الكتروني، في كم واحد جذبتهم، عمل لك تقرير ما يخرش الميه، المهم بس محدش يدور وراه. دي الفكره، ان انت بتستعين بشات جي بي تي ان انت تسهل على نفسك الحياه بتاعتك. تمام، طيب اكمل، ممكن نقول اكمل. تمام، فهيكمل لك بقى التقرير بشكل كويس. وكتب لك التحديات وكتب لك الخلاصة. فحاجة ممتازة ان شاء الله.